عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن بنجاح بغداد، وهو طبعا كان في اول ما المدرب غيره طبعا زعل واتضايق وتعصب، والكاميرات ارصدت هذه اللقطه وعملت طبعا انتشرت في كل السوشيال ميديا. ولكن هو كلاعب محترم ملتزم كمان راح واعتذر للمدرب وقال له ان هو ما يزعلش في لقطات كتيره، والمدرب طبعا قال انه ده كل بيحصل كل يوم وده امر عادي، وان هو شخصيه كويسه ومحترمه جدا وكمان ناجحه في مجالها. ربنا يوفق الجميع يا رب، ونشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد. ودايما احنا بنحب ننشر الايجابيات والحاجات الجميله عشان حياتنا كلها تبقى جميله كلها تفاؤل. والسلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لحضراتكم جزيلا. تكونوا بالف خير يا رب دايما، وفي صحه وفي سعاده، وكلنا يا رب نكون بالف خير. ربنا يحقق لنا جميعا كل اللي بنتمناه، ويصفي قلوبنا ويجعلنا دايما محبين لبعض واقفين مع بعض وفي ظهر بعض دايما، عشان احنا السند لبعض.